بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مرض هشاشة العظام وإيه الفرق بينه وما بين مرض ليونة العظام. مرض لين العظام أو الأوستيوماليشيا من اسمه يعني عظم لين، وده بسبب نقص الكالسيوم في نسيج العظم، لكن حجم العظم وكثافته بتكون طبيعية، وده بيسبب انحناء أثناء النمو في الأطفال ويحدث قصور في الكبار. سبب مرض لين العظام هو نقص فيتامين د المسؤول عن امتصاص الكالسيوم. وأعراضه: المريض يشعر بآلام في مختلف عظام الجسم، وتشتد هذه الآلام في مناطق أسفل الظهر والحوض والوركين والساقين والضلوع. يزداد الألم ويشتد في ساعات الليل، نادرا ما يقل هذا الألم بالراحة. قد يؤدي إلى ضعف في العضلات، بسبب ضعف العضلات يؤدي إلى تباطؤ سرعة المشي. قد تحدث قصور بالعظام الطويلة والفقرات جراء حوادث بسيطة أو إصابات بسيطة. تشخيص مرض لين العظام يمكن تشخيصه بالأشعة السينية، الأشعة العادية، ويمكن عمل تحليل فيتامين د في الدم. يتم علاجه بإعطاء المريض جرعات علاجية أو جرعات عالية من فيتامين دي 3 أو فيتامين د 3 مع كميات مناسبة من الكالسيوم. بنديه حوالي 50,000 وحدة أسبوعيا لعدة شهور، بعد كده بيكمل على جرعة أقل بكتير من الجرعة دي. بننصح المريض بالتعرض لأشعة الشمس، وننصحه بتناول منتجات الألبان المختلفة كمصدر للكالسيوم. وهذا يختلف عن مرض هشاشة العظام أو مرض وهن العظام. هشاشة العظام تعني انخفاض كتلة العظام، فتقل صلابتها تدريجيا لتصبح واهنة ومعرضة للكسر بسهولة. هذا المرض شائع جدا خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث أو انقطاع الدورة الشهرية. تقل جميع مكونات العظام وليس الكالسيوم فقط، نسيج العظم بالكامل بيقل، وده الفرق الرئيسي بينه وما بين مرض لين العظام. يعني ليس له علاقة بنقص فيتامين د أو الكالسيوم، بالرغم إن ممكن يكون أصلا في نقص فيتامين د أو كالسيوم، لكن ليس هو السبب المباشر لمرض هشاشة العظام. النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث 4 مرات أكثر من الرجال، لكن قبل انقطاع الطمث فرص الإصابة متساوية. من ضمن الحاجات اللي بتؤدي إلى هشاشة العظام قلة ممارسة الرياضة، عامل الوراثة، يعني ممكن يكون وراثة، يعني والدتها كان عندها هشاشة عظام فنسبة احتمالية حدوث هشاشة عظام ليها بتكون أكتر من اللي والدتها مثلا ما حصلهاش هشاشة عظام. تناول أدوية الكورتيزون لفترة طويلة جدا، مثل أمراض حساسية الصدر أو أمراض روماتويد أرثرايتس اللي بيستخدموا الكورتيزون لسنوات عديدة. أنواع الهشاشة: في هشاشة عظام عند النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، ده نوع. في نوع تاني اللي بيحصل عند المسنين في سن السبعينات وما بعدها، وفي نوع تالت يعني أقل حدوثا اللي هو هشاشة العظام عند الأطفال، وده مرض غير شائع بالمرة، وده بيحصل لو في أمراض السكر عند الأطفال أو زيادة إفراز الغدة الدرقية عند الأطفال. أعراض هشاشة العظام: يسمى مرض هشاشة العظام بالمرض الصامت لأن في الغالب ليس له أعراض، ليس هناك ألم، ولو شعر المريض بألم بيكون بسبب حدوث مضاعفات لمرض هشاشة العظام زي قصور الفقرات أو قصور في الحوض أو في الورك. نلاحظ في مرض هشاشة العظام قصر قامة المريض بسبب تقارب فقرات الظهر مع انحناء القامة. يعاني المريض هشاشة العظام من قصور متكررة نتيجة أعمال روتينية مثل الجلوس أو القيام بأعمال المنزل العادية. هذه القصور عادة ما تكون في الورك، فقرات الظهر أو في الرسغ. تشخيص مرض هشاشة العظام:
لأنه مرض صامت فقد لا يتم تشخيصه إلا بعد حدوث كسور. لذا بيتم عمل فحص ديكزا سكان أو قياس كثافة العظام أحيانا بشكل روتيني في سن معين في سن الخمسينات أو الستينات أو بعد حدوث كسر بسبب إصابة بسيطة. يتم حساب حاجة اسمها التي سكور، فإذا كان الرقم اللي طلع معانا ماينس 2.5 أو أكتر من كده بيتم بدء كورس العلاج لهشاشة العظام. بالنسبة للعلاج لازم طبعا المريض ياخد كميات مناسبة من الكالسيوم، فيتامين د، وكمان أدوية بتقلل من تحلل العظام، ودي فيها أدوية كتير جدا منها البيسفوسفونيتس، وحاليا من آخرها الدواء اسمه البروليا، ودي بتكون حقنة كل 6 شهور تقريبا. بننصح المريض بممارسة الرياضة والمشي وأخذ الحيطة لمنع السقوط، لأن طبعا يعني مسألة الكسور بالنسبة له من المسائل السهلة جدا. كيفية تجنب هشاشة العظام؟ ننصح النساء بعد انقطاع الطمث أو كبار السن باستهلاك كميات مناسبة من الكالسيوم وفيتامين د، تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الفوسفات مثل اللحوم الحمراء أو المشروبات الغازية. ننصح بممارسة الرياضة بشكل مستمر. ننصح بالإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية. في نهاية الحلقة شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.